بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. سوف نتناول اليوم درس من دروس النصوص في اللغة العربية الصف السادس الابتدائي الترم الأول. درسنا اليوم بعنوان نصائح أب. في البداية طبعا نحب ننوه بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نطيع والدينا وأن نعاملهم معاملة حسنة ومعاملة طيبة، فطاعة الوالدين واجب وضرورة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا، وقال أيضا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم. فبالتالي طاعة الوالدين هو أمر واجب وضروري وأمر واجب اللزوم من الله سبحانه وتعالى. ولكن في الوقت الذي نعيش فيه الآن نجد أن بعض الأبناء يرفعون راية العصيان وعدم الطاعة في وجوه الآباء والأمهات ويعاملونهم معاملة سيئة، ولكن لابد أن نحافظ جميعا على هذه المعاملة الطيبة التي يجب أن نعاملها لوالدينا، لأن الوالدان هما أغلى ما يمتلكهم الإنسان في هذه الحياة. النهاردة درسنا هو نصائح أب. طيب هنعرف في البداية كده مين هو الأب ده وإيه هي النصايح وإيه هو الإبن وعمل إيه عشان أو إيه اللي جراله وما العقاب الذي حل عليه بعد عدم طاعته لوالده. في البداية كده نصائح أب. الأب هنا هو سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام هو نبي الله سبحانه وتعالى، نبي من عند الله، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح ظل يدعو قومه لمدة 950 سنة، دعا قومه 950 سنة. يقول بعض العلماء أن الذي آمن بسيدنا نوح رغم هذه المدة الكبيرة يكاد يكون عددهم ما بين 70 و80 شخص، يا إما 70 يا 80 شخص ما بين الاثنين دول. طبعا سيدنا نوح غضب ودعا على قومه وقال الله في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا نوح دعا الله سبحانه وتعالى ألا يبقي على الأرض من هؤلاء الكفار أحدا، وبالفعل فقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا نوح، وقد أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأن يصنع سفينته. عندما كان نوح يصنع هذه السفينة كانوا الكفار من قومه يسخرون منه ويقولون له أأنت تصنع هذه السفينة لكي تمشي على الرمال، ولكن سيدنا نوح كان لا يبالي ولا يرد عليهم. وعندما أتى المشهد العظيم هو مشهد الطوفان والفيضان، حيث أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تخرج الماء وأمر السماء بأن تمطر، وجاء الطوفان والفيضان من كل مكان حتى يهلك هؤلاء القوم الكافرين، ونجى الذين آمنوا بسيدنا نوح عليه السلام. وفي هذه القصة عبرة، فقد كان ابن سيدنا نوح من الذين كفروا ولم يستجيبوا لدعوته، وسيدنا نوح نصح ابنه بأن يركب معه في السفينة حتى لا يغرق، ولكن ابنه لم يطيع كلام والده سيدنا نوح وكان جزاؤه الغرق والهلاك والموت. طيب هنروح كده مع بعض نشوف القصة بتاعتنا دي بتتكلم عن ايه، وهنشوف بعض الآيات القرآنية التي ذكرت لنا هذه القصة العظيمة. أمر الله سبحانه وتعالى الأبناء ببر الوالدين وطاعتهما، زي ما احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نطيع والدينا ونطعهم، ونهى عن عصيانهما. وفي الآيات الكريمة التالية اللي هناخدها كمان شوية موقف أسري، كثيرا ما تحدث مواقف مشابهة له للأسف، حيث يرفع الأبناء راية العصيان في وجوه آبائهم. بعض الناس أو بعض الأبناء ما بيسمعوش كلام والديهم، وبالتأكيد هذا ليس من مصلحتهم. وتأتي هذه الآيات مثالا لمن عصى أمر أبيه فكان مصيره الهلاك، زي ما قلنا ابن سيدنا نوح نصحه بأن يركب معه السفينة ولكنه لم يستجيب فكان مصيره الهلاك والموت. ويأتي هذا المشهد من مشاهد الطوفان، حيث أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام بأن يصنع سفينته. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح زي ما احنا قلنا أن يصنع سفينته، وكان الكفار والمشركين من قومه كانوا يسخرون منه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمر سيدنا نوح أن يصنع سفينته لسببين.
أول سبب حتى تكون سبيل النجاة لمن آمن به من ناحية، عشان تكون سبيل للي آمنوا بسيدنا نوح وتنجيهم من الطوفان ومن الغرق، وتاني حاجة حتى تكون وسيلة أو عفوا وسيلة لحفظ الحياة من ناحية أخرى، عشان كمان تكون وسيلة عشان لحفظ الحياة مرة أخرى على سطح الأرض. طلب سيدنا نوح من ابنه بأن يركب معه في السفينة مع من ركبوا من المؤمنين، ولكنه خالف رأي أبيه وعصى أمره وتخلف عن الركوب، فاستحق ذلك العقاب الذي نزل به. هنشوف بقى مع بعض الآيات، نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. استغفر الله العظيم. طبعا الآيات دي بتحكي قصة سيدنا نوح مع ابنه، الآيات دي من سورة هود، الآيات من 41 ل 44. تعالوا نشوف مع بعض كده شرح الآيات. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله. عندما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأن يصنع هذه السفينة، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى بموعد الطوفان والهلاك للكافرين، قال سيدنا نوح للذين آمنوا معه وقال اركبوا فيها. سيدنا نوح قال للقوم الذين آمنوا معه اركبوا فيها، أي اركبوا في السفينة، اركبوا فيها أي اركبوا في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله أي مستعينين بالله، بسم الله مستعينين بالله، وذلك يدل على أهمية الاستعانة بالله في كل شيء. يبقى سيدنا نوح أمر الذين آمنوا معه بأن يركبوا في السفينة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. مجريها ومرساها، مجريها أي سيرها في الماء، مجريها أي سيرها في الماء، مرساها أي وقوفها على الشط أو رسوها، وقوفها على الشط أو رسوها. يبقى سيدنا نوح في البداية الذين آمنوا معه بأن يركبوا في السفينة مستعينين بالله سبحانه وتعالى في أثناء سيرها في الماء أو وقوفها على الشط، يستعينوا بالله سبحانه وتعالى في كل الأمور، سواء كانت السفينة تسير في الماء أو عندما ترسو على الشط. إن ربي لغفور رحيم، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لعباده التائبين. يبقى وقال اركبوا فيها أي اركبوا في السفينة، بسم الله مستعينين بالله، مجريها أي سيرها في الماء، مرساها أي وقوفها على الشط. مجرى دي مفرد، جمعها إيه؟ أحسنتم، مجاري. طيب مرسى جمعها إيه؟ أحسنتم، مراسي. وبين مجريها ومرساها الاثنين عكس بعض، مش قلنا مجريها يعني سيرها في الماء ومرساها أي وقوفها على الشط، يبقى بين الاثنين هنا تضاد، هنقولهم فيما بعد إن شاء الله في مواطن الجمال. إن ربي لغفور رحيم، غفور رحيم للتائبين وعباده الصالحين. وهي تجري بهم في موج كالجبال، عندما كانت السفينة تسير بهم كان الموج أو كان الموج عالي كالجبال، كان الموج عالي كالجبال، تجري أي تسير، تجري أي تسير، عندما كانت تسير بهم السفينة كان الموج كالجبال، أي أن الموج كان عالي كالجبال. أثناء سيران السفينة في الماء وكان الموج عالي، سيدنا نوح لم ينس ابنه العاق الذي لم يطيع أوامره، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. سيدنا نوح نادى على ابنه وكان في معزل، معزل أي معزول بعيدا، معزل يعني مكان بعيد، مكان معزول. قال له إيه سيدنا نوح بقى؟ يا بني اركب معنا، قال له يا بني تعالى اركب معنا في السفينة، ولا تكن مع الكافرين، وما تكونش مع هؤلاء الكفار، لأن سيدنا نوح عارف أن مصيرهم الهلاك والغرق. فمن واجب الآباء
على أبنائهم هو النصيحة، ومن واجب الأبناء على الآباء هو السمع والطاعة. سيدنا نوح من واجب النصيحة لابنه والشفقة على ابنه، نصح ابنه بأن يركب معه في السفينة، ولكن ابنه لم يطع أوامره ولم يستجيب لنداء أبيه سيدنا نوح. قال له إيه بقى ابنه؟ قال سآوي إلى جبل. سآوي أي سألجأ، سآوي أي سألجأ. قال له أنا هروح لجبل يعصمني من الماء. يعصمني أي يحميني، يعصمني أي يحميني. ابن سيدنا نوح رد على سيدنا نوح وقال له أنه سوف يلجأ إلى جبل، سوف يصعد إلى جبل سوف يحميه من الماء ومن الطوفان ومن الغرق. يظن أن الجبل رغم أنه عالي أنه سوف يمنع عنه الماء وسوف يمنع عنه الغرق. قال سيدنا نوح، قال له إيه بقى؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم أي لا مانع ولا حافظ، لا عاصم أي لا مانع ولا حافظ. سيدنا نوح قال له أنه لن يحميك ولن يعصمك من أمر الله سبحانه وتعالى إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى وكتب له النجاة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي أنه لن يحميه ولن يحفظه شيء، ولن يحفظه أي شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى ولمن كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال أي حجز ومنع، حجز ومنع أو فصل. الموج قد فصل بين سيدنا نوح وبين ابنه. طيب حد يقدر يقول لي ليه الموج فصل، أو ربنا سبحانه وتعالى جعل الموج عالي وأنه يفصل ما بين سيدنا نوح ومن ابنه؟ وذلك عطفا وإشفاقا على سيدنا نوح، لأنه من الصعوبة أن يجد ابنه أمامه وهو يغرق أو يموت. طبعا فيها حتى لو ابنك كان عاق أو ابنك كان ما بيسمعش كلامك، أنت برضو مش عايز له أن هو الأذى أو الهلاك أو الموت، وما ينفعش كمان أن هو يموت قدام عينه، هتبقى صعبة جدا 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 على سيدنا نوح. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا نوح ولعطفه وإشفاقه على سيدنا نوح جعل الموج عالي حتى يفصل بين سيدنا نوح وابنه، لأنه عندما يهلك ابنه ويموت لا يراه سيدنا نوح. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان من الهالكين. المغرقين أي الهالكين، وعكسها طبعا الناجين. طيب بعد ما ابن سيدنا نوح هلك ومات وغرق هو وهؤلاء القوم الكافرين، إيه اللي حصل بقى؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض بأن تبلع ماءها، أن تبلع الماء، خلاص بقى الأرض تبلع الماء. ويا سماء أقلعي، أقلعي أي لا تمطري، أقلعي أي لا تمطري. أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تبتلع الماء، وأمر السماء بأن لا تمطر، أن تتوقف عن المطر. وغيض الماء، غيض الماء أي ابتلعته الأرض أيضا، الأرض ابتلعته، غيض الماء، الأرض ابتلعت الماء. وقضي الأمر، قضي الأمر يعني خلاص انتهى، هلاك من كفر ونجاة الذين آمنوا مع سيدنا نوح. وقضي الأمر، قضي الأمر أي هلاك من كفر ونجاة من آمن مع سيدنا نوح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض بأن تبتلع الماء، وأمر السماء أن تتوقف عن المطر، وبالفعل فقد امتلعت الأرض الماء، وقضي الأمر بهلاك الكفار ونجاة الذين آمنوا مع سيدنا نوح. واستوت على الجودي، استوت أي رست، استوت أي رست على الجودي. الجودي هو اسم جبل، اسم جبل. السفينة بتاعت سيدنا نوح رست على جبل اسمه جبل الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي هلاكا، هلاكا لهؤلاء القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فكان مصيرهم الهلاك والغرق. وكان ابن سيدنا نوح الابن العاق الذي لم يطيع أمر أبيه، لأنه لو كان استجاب لنداء أبيه لكان من هؤلاء المؤمنين الناجين، ولكنه بعدما عصى أمر أبيه ولم يطيع أوامره فكان مصيره الهلاك والغرق. بعدما أتممنا شرح الآيات ومعاني الكلمات الهامة في هذه الآيات، وعرفنا قصة سيدنا نوح مع ابنه، هناخد دلوقتي مع بعض بعض مواطن الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها. اركبوا ده فعل ايه؟ اركبوا، احسنتم، ده فعل امر يفيد النصح والارشاد. اركبوا فيها، سيدنا نوح نصح
المؤمنين بأن يركبوا في السفينة، اركبوا فيها. يبقى اركبوا فيها ده اسلوب امر يفيد النصح والارشاد. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قلنا مجريها يعني سيرها في الماء، مرساها اي وقوفها على الشط. يبقى بين مجريها ومرساها تضاد يبرز المعنى ويوضحه. ان ربي لغفور رحيم، ركز كده مع بعض، ان ربي لغفور رحيم. ان ربي لغفور رحيم اسلوب مؤكد، اسلوب مؤكد، ربنا سبحانه وتعالى بياكد ان ربي لغفور رحيم. ان اسلوب مؤكد بان واللام، اسلوب مؤكد بان واللام للتاكيد على ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن تاب اليه. يبقى ده اسلوب مؤكد بان واللام، ان ربي لغفور رحيم اسلوب مؤكد بان واللام، يؤكد على ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن تاب اليه ويرحمه. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال هنا تعبير جميل يدل على ارتفاع الأمواج، التعبير جميل يدل على ارتفاع الأمواج. الموج كان مثل الجبال، يعني الموج كان عالي زي الجبل بالضبط. يبقى ده تعبير جميل يدل على ارتفاع الموج وارتفاع الأمواج. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، يا بني. يا دي ده ما احنا عارفين طبعا اسلوب ايه، احسنتم، اسلوب نداء. سيدنا نوح من الاشفاق والعطف على ابنه قال له يا بني، يا بني، في محبة. يبقى ده اسلوب نداء يدل على المحبة والمودة من سيدنا نوح لابنه رغم كفره، رغم كفره. يبقى يا بني ده اسلوب نداء يدل على المحبة والمودة من سيدنا نوح إلى ابنه رغم كفره. قال له يا بني اركب معنا، برضو اركب زي اركبوا، اركب معنا اسلوب أمر، أحسنتم، يفيد النصح والإرشاد، بينصحه أن يركب معه في السفينة. ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين. احنا عارفين طبعا ان الله هنا اسلوب ايه، أحسنتم، اسلوب نهي، لا لا تكن مع الكافرين، اسلوب نهي للتحذير من الكفر وعاقبته. ولا تكن مع الكافرين اسلوب نهي للتحذير من الكفر وسوء عاقبته. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ركز كده مع بعض، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، دي حاجه جديده عليكم اسمها اسلوب قصر. اسلوب قصر عن طريق ايه؟ عن طريق النفي والاستثناء. النفي هنا بلا، لا عاصم اليوم، النفي أنه لن يعصمك ولن يحميك إلا الله سبحانه وتعالى. لا هنا بالنفي، بينفي أن يحميه أو يعصمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا هنا الاستثناء. يبقى لا عاصم اليوم من أمر الله ده أسلوب قصر بالنفي والاستثناء، وأسلوب القصر بيفيد التوكيد. أسلوب القصر بيفيد التوكيد، أهو أسلوب قصر بإيه؟ بالنفي اللي هو لا، النفي، وإيه؟ وإلا دي بتفيد الاستثناء. يبقى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ده أسلوب قصر بالنفي والاستثناء، يفيد إيه؟ يفيد التوكيد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قلنا حال يعني فصل، وحال بينهما الموج، هو الموج كان بيفصل ما بين الاثنين، فصل بين الاثنين. يبقى تعبير جميل، حيث صور الموج بحائط او سور يفصل بين الاب وابنه. وحال بينهما الموج، تعبير جميل، حيث صور الموج بحائط او سور يفصل بين الاب وابنه. فكان من المغرقين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. يا ارض ويا سماء، دم الاثنين اسلوب ايه، احسنتم، اسلوب نداء. طيب يا ارض ويا سماء، ده تعبير جميل، صور الأرض والسماء بأشخاص تسمع النداء. ربنا سبحانه وتعالى بيخطب الأرض والسماء، يبقى صورنا هنا الأرض والسماء كأنهم أشخاص بتسمع النداء. يبقى يا أرض يا سماء دول اسلوب نداء، اسلوب نداء، حيث صور الأرض والسماء بأشخاص ننادي عليها أو ينادي عليها الله سبحانه وتعالى وتسمع النداء. وطبعا ما بين أرض وسماء الاثنين ما بينهم تضاد يبرز المعنى ويوضح. والآن مع بعض الأسئلة الهامة على درس نصائح أب. السؤال الأولاني بيقول لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نوح بأن يصنع السفينة؟
زي ما احنا قلنا امر الله سبحانه وتعالى بان يصنع سيدنا نوح بان يصنع السفينه حتى تكون سبيل للنجاه لمن امن به من ناحيه، وتكون وسيله لحفظ الحياه من ناحيه اخرى، بما امر نوح المؤمنين طبعا وقال اركبوا فيها بسم الله، يبقى امر نوح المؤمنين بان يركبوا في السفينه. طيب بما وصفت الايات الامواج، بما وصفت الايات الامواج طبعا وصفتها بانها كالجبال في قوتها وعلوها. صف سلوك ابن سيدنا نوح عليه السلام من خلال فهمك للايات. طبعا سيدنا نوح هو ابن سيدنا نوح عفوا هو اصفه بالعناد والعصيان لانه لم يطع امر ابيه. لماذا نادى نوح ابنه على ما يدل هذا النداء؟ طبعا سيدنا نوح نادى على ابنه لكي يركب مع المؤمنين في السفينة وحتى ينجو من العذاب ولا يغرق مع الكافرين، وعلى ما يدل هذا النداء قلنا طبعا يا بني ده أسلوب نداء بيدل على المحبة والمودة والإشفاق من سيدنا نوح على ابنه والخوف عليه. بما رد الابن العاص على أبيه قال له أو قال سألجأ إلى جبل يحميني من الماء، قال له سوف ألجأ إلى جبل يحميني من الماء. لماذا عصى ابن نوح أباه وما نتيجة هذا العصيان؟ عصاه لأنه كان من الكافرين المعاندين، لأنه كان من الكافرين المعاندين. نتيجة هذا العصيان طبعا أنه غرق بالطوفان مع القوم الكافرين. بما تصف سيدنا نوح وابنه، طبعا سيدنا نوح هو أب عطوف حنون عاقل، وابنه عاق مغرور، ابنه عاق ومغرور. أما سيدنا نوح فهو أب حنون عطوف عاقل، وابنه هو عاق ومغرور. بما أمر الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء، طبعا أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأن تبتلع الماء، وأمر السماء أن تتوقف على عن المطر. أين رست سفينة سيدنا نوح؟ رست السفينة على جبل اسمه جبل الجودي، والجبل ده طبعا موجود في الموصل بالعراق، موجود في مدينة الموصل بالعراق. وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت في شرح درس نصائح أب. أتمنى الله سبحانه وتعالى مزيد من التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.